اسمي لطيفة الشامسي وأبغي أرحب بكل اللي موجودين في البيت اليوم ياسين يتابعونا. أنا إنفلونسر إماراتية. طبعاً أحب الفاشن وأحب الموضة وأكثر شيء أحبه المجوهرات صراحة، وخاصة الشغل والساعات اللي تاخذها هالبراندات عشان تسوي هاليونيك بيسز. فاليوم حابة أن ينضمون إلينا مع Vogue Fashions Night Empowered by Retail Abu Dhabi عشان نراويهم بعض القطع الجميلة والمميزة في بعض المحلات اللي موجودة في جاليريا مول. أول شيء السبب ليش اخترت هذه القطعة اليوم نتكلم عنها، لأن it's a one piece exclusive فقط موجودة في جاليريا مول في أبوظبي. وغير شيء أنا أعشق الأحجار الكريمة، وهي فيها الأونكس وفيها الروبيز وفيها الرودلاي. طبعا شومي معروفين بالديزاينات الجميلة مأخوذة من الطبيعة. طبعا هالقطعة للمناسبات المهمة، إذا كنت مثلا خلنا نقول في عرس أو مناسبة كبيرة إيفنت كبير دفنت لي هالقطعة وتكفي مع درس فستان سادة، لأن القطعة لحالها يعني بارزة. شوفي أنا ممكن ما عندي معلومات كثيرة عن البوكت واتشز، بس بعد ما يلست مع IWC عندهم بيسز وايد حلوة وغريبة خاصة في البوكت واتشز. طبعا هم معروفين أنهم واتش براند، بس حبيت هذه القطعة بالذات لأنها 50 بيسز أونلي، وآخر حبة اللي هي رقم 50 موجودة في جاليريا مول. ممكن أحطها بالشنطة، يعني ممكن أنا يعني بنت ممكن أستخدمها بالشنطة مثلا كديزاين، بس أعتقد هي رجالية أكثر وبيس وايد وايد مميزة كهدية. شوفي أنا شفت تقريبا قطع كثيرة من بولغاري، وطبعا بولغاري معروف بالديفا كولكشن one of my favorites، وعندي من هالإيرينجز بالذات. قطعهم وايد حلوة for daily، تقدرين تلبسينها مميزة، الديزاينات حلوة. أنا يمكن في بلغاري أحب دايما ألبس الروز جولد من عندهم، دايما يكون شكله مميز. قطع بلغاري مناسبة لكل الأوقات، أما كنتي تلبسينها daily مثلا للشغل، أو تلبسين مثلا شوي bigger piece أو piece مع ألماس مثل هالإيرينج اللي ياسين نشوفها، تلبسينها حق مثلا طلعة غدا عشاء مع صحباتك. حتى في pieces عندهم وايد حلوة كهدية، مثلا للبيبيز، حتى عندهم pieces صغيرة. وكل هالقطع اللي نشوفها قطع مميزة وفقط موجودة في جاليريا مول في أبوظبي. شوفي أنا البانثر ككولكشن وايد أحبه من كارتيه. ليش؟ لأن البانثر هي يعني يوم سووها للمرأة الجريئة القوية اللي شخصيتها مندفعة، فوايد حبيت أن خذوا هالألمنت مال البانثر وحطوها في ساعة على هذا السايز. أنا هذا السايز بيرفكت حقي، وايد أحبه وطالع أنوثي جدا، فهالشي أنا صراحة اللي جذبني في الساعة وجدا مميزة. ومرة ثانية أقول لك هذه الساعة فقط موجودة في جاليريا مول اللي في أبو ظبي. ساعة كارتير الصراحة هي يعني تقدري تقولين هذا شيء ينطبق على تقريبا كل سواع كارتير، أنها قطعة مميزة وتقدرين تستثمرين فيها باكر حق عيالك. الحين وين ممكن ألبسها؟ صراحة أنا بالنسبة لي أقدر ألبسها أي مكان، يعني الإنسان حتى لو رايح على السوبر ماركت مفروض يكشخ ويلبس شيء حلو، وبما أنها صغيرة وفمنن وأنوثية حلوة تلبس في أي مناسبة وفي أي وقت صراحة. فعشان شي جذبتني، لأن الساعة مفروض تلبس دايما مش شرط بس لمناسبة.